فلاش سبور. صباح النور، إن شاء الله عيدكم مبروك. المكتب الجامعي لكرة القدم أعلن في بلاغ ليه البارح في الليل أن الموسم القادم موسم 2024-2025 بش ينطلق أيام 17 و18 أوت 2024 ويتواصل حتى 30 جوان 2025. بالنسبة للميركاتو الصيفي بش يكون من 1 جويلية حتى 20 سبتمبر، والميركاتو الشتوي من 2 جانفي إلى 31 جانفي 2025. برنامج الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة تتويج بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة 5:30 في رادس دون حضور جمهور النادي الإفريقي مع النجم الساحلي في ملعب بن جنات. الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي، وزوز فرق يرفضوا لعب المباراة لزوز أسباب. الملعب التونسي يطلب أن المباريات الكل تتلعب في نفس الموعد، والاتحاد المنستيري يطلب التعرف على مصير إثارة النادي الصفاقسي ضد الترجي. نذكر أن المباراة الأخيرة للجولة وقع برمجتها نهار الخميس 5:30 في ملعب الطيب المهيري بين النادي الصفاقسي والترجي. والثنائي البرازيلي للترجي ينساس ورودريغو رودريغيز خذوا ترخيص من هيئة الفريق للتحول البرازيلي وقضاء العطلة الصيفية، وبالتالي باش يغيبوا على المباراة القادمة مع السياسس. نذكر بالترتيب قبل الجولة الأخيرة، الصدارة للترجي 23 نقطة ورسميا هو البطل. المركز الثاني للاتحاد المنستيري 15 نقطة، مرتبة ثالثة بين النادي الصفاقسي والملعب التونسي 12 نقطة، المركز الخامس للنجم الساحلي 9 نقاط، ومرتبة السادسة للنادي الإفريقي 8 نقاط. يعني الأهم بالنسبة للترتيب أنه بعد ضمان البطولة للترجي ثم المركز المؤهل لرابطة الأبطال، ثم أيضا المركز الثالث المؤهل لكأس الكاف، وبالتالي الاتحاد المنستيري النادي الصفاقسي والملعب التونسي ثلاثي معني بمشاركة قارية. ذاك علاش كل فريق يطلب أن المباريات الكل يكونوا في نفس الوقت. نهار الأربعاء أيضا مع الأربعاء طال عشية الموعد مع زوز مباريات تباراج من أجل تواجد الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى. في ملعب سوسة دون حضور جمهور مستقبل جابس بش يلعب مع جندوبة الرياضية، المنتصر بش يصعد للرابطة المحترفة الأولى. وفي ملعب زويتن دون حضور جمهور مستقبل سليمان مع مستقبل المرسى، الفائز يبقى في الرابطة الأولى والمنهزم يغادر نحو الرابطة الثانية. ومستقبل سليمان أيضا يرفض أنه يلعب المباراة في ملعب زويتن لأنه أقرب لفريق مستقبل المرسى ويطالب بتكافؤ الفرص. ومستقبل سليمان يدخل المباراة بمدرب جديد هو محمد التلمساني اللي عوض فخر الدين قلبي، وهذا شنو يتحدث بعد أول حصة تدريبية ليه مع الفريق البارح. سليمان عمني وعطتني فرصة والحمد لله حققنا الأهداف المنشودة الموسم الفارط. الموسم هذا استنجدوا بيا ظرف صعيب، ظرف قلوا نحن حساس، مباراة واحدة 90 دقيقة مو سهل، لكن اليوم تربطني علاقة باهية بالنادي هذا، تربطني علاقة باهية بالمسؤولين نتاعها، كلموني استجبت للدعوة رغم أنه العملية ما هي سهلة، العملية صعبة، تحكي على مباراة فيها 90 دقيقة، مباراة فاصلة. اليوم نجم نقوله سليمان فنيا باهية، لكن على 90 دقيقة ما عادش عندها حتى معنى باهية ولا مش باهية. إن شاء الله ربي يوفقنا، مباراة تلعب في المخاخ أكثر منها في الساقين، وعندي يومين تمارين مش بنكتبوش على الناس، ما نجم تعمل حتى شيء لا أنا ولا غيري. الخدمة كلها مونتال، الخدمة كلها موتيفاسيون. إن شاء الله الأولاد يكونوا في المستوى، وإن شاء الله نفرحوا جماهير مستقبل سليمان اللي كانت موجودة في التمرين وكانت حسرة كبيرة من الجماهير. إن شاء الله ربي يوفقنا ونعمل مباراة باهية، والأهم منها هو تضمن سليمان البقاء متاعها في الممتاز، وإن شاء الله تعدى مباراة ممتازة بالنسبة لنا احنا. ايضا مع نهايه الاسبوع الحالي تتلعب مباريات الدور الربع النهائي لكاس تونس، نهار الجمعه على 14 نادي البنزرتي مع سبورتينغ بن عروس، نهار السبت الاربعاء ايضا الاولمبي البيجي مع مستقبل المرسى، ثم الختام نهار الاحد 14 مباراه الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي، والخمسه مباراه النجم الساحلي مع الملعب التونسي. الاتحاد الدولي لكرة القدم يقرر إيقاف اللاعب حمدي النجاز على النشاط لمدة 6 أشهر الى حين خلاص مستحقات نادي الزمالك المتخلدة بذمته. كرة السلة بداية من اليوم الفرجة والمتعة مع نهائي البطولة واللي تلعب على 5 مواجهات بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. المواجهة الأولى اليوم 6 في قاعة مزالي بتحكيم الثلاثي سلامة بن حسين والمكني، المواجهة الثانية نهار الخميس 6 أيضا في قاعة مزالي، ثم بعد 2 مواجهات في قاعة الجرجاني 22 جوان و25 جوان، وفي صورة المرور لمباراة فاصلة تتلعب في المنستير نهار 27 جوان. ذكر أن الفريق اللي يربح 3 مواجهات هو اللي يكمل بطل للموسم الحالي.
بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية بالصين اليوم البداية، والمنتخب التونسي 10:30 متاع الصباح يلعب ضد البلد المنظم. المنتخب الصيني غدوة زوز لقاءات لمنتخبنا 5 متاع الصباح مع البرازيل، وماضي ساعة ضد المنتخب الإسباني. مدرب المنتخب هو محمد الطبوبي اللي كان توج بالبطولة مع النادي الإفريقي فتيات، ومعه الملاعبية بشار الرحيمي، وسيم زريات، أشرف المرغلي، حمزة فلاح، مروان الشتيوي، حازم شليقو، عزيز بن الطيف، ونسيم العوجي. إلى التنس، لعبتنا التونسية أونس جابر المصنفة 10 عالميا تعلن انسحابها من المشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024، وهذا بعد التشاور مع فريقها الطبي تخوفا من حدوث إصابة على مستوى الركبة بسبب التغيير السريع للأرضية. أونس اللي تلعب اليوم الدور 16 من بطولة برلين ضد الصينية وانغ غزينون مصنفة 40 عالميا، مواجهة مبدئيا تنطلق مع ماضي 3:30. بطولة أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا البارح في الجولة الأولى، مباراة من المجموعة الرابعة، المنتخب الفرنسي يربح بصعوبة المنتخب النمسا 1-0، هدف ماكسيميليان ضد مرمى بعد توزيعه من مبابي اللي كان تعرض لإصابة على مستوى الأنف خلته يغادر اللقاء، ولكن الإصابة ما هيش اختيار وبالتالي يكون موجود في المباراة القادمة. في المجموعة الخامسة، سلوفاكيا كانت ربحت بلجيكيا بهدف إيفان سكارنيز بالدقيقة 7، وأول المفاجآت في اليورو بهزيمة المنتخب البلجيكي. أيضا زوز أهداف في المباراة هذه كانت ملغاة للمهاجم لوكاكو مع المنتخب البلجيكي. المنتخب الروماني يضرب بقوة من أوكرانيا ويربح 3-0 في مباراة كانت سهلة بالنسبة للمنتخب الروماني. واليوم في المجموعة السادسة، أيضا الجولة الأولى، 5:00 مباراة تركيا مع جورجيا، و8 متاع ليل مباراة البرتغال مع تشيكيا. هكا نكون وصلنا لختام اخبار رياضة. جمال تحيات شهير الكافي، نهاركم زين.